السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي. النهاردة حبايبي هنكمل مع بعض كده، وهنقدم لكم النهاردة طريقة عمل معقم للإيدين بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ويعني وزي ما احنا عارفين اليومين دول أنا بقدم لكم فيديوهات كده متنوعة، معقم للإيدين، معقم للأسطح والأرضيات، معقم لأدوات المطبخ. يعني اليومين دول بقدم لكم فيديوهات كده ايه متنوعة، طبعا عشان فيروس كورونا، وربنا يحمينا ويحفظنا جميعا يا رب ويبعد عننا المرض دوت. هنشوف مع بعض حبايبي الوصفة بتاعت النهاردة. بصراحة هي وصفة جميلة جدا، وطبعا الوصفات اللي قدمتها لكم برضو قبل كده جميلة برضو وتحفة، وكل وصفة بصراحة أحلى من التانية. بس يعني أنا بقدم وصفات متنوعة ليه؟ علشان أي حد مثلا بيشوف الفيديوهات اللي أنا بنزلها، لو في حد مش قادر اللي هو يعني يتحصل على مكونات الوصفة اللي أنا بقولها، بحاول إن أنا يعني بجيب لكم برضو مكونات تانية بحيث ان انا ارضي جميع الناس اللي هم ايه يعني يبقى كلهم، يعني اي حد يكون متوفر عنده اي وصفة من اللي انا بقولها يقدر اللي هو ايه يجيبها ويستخدمها. فالنهاردة هقدم لكم الوصفة بتاعت النهاردة، هتبقى معقم ومطول للايدين، ومش هتبقى للايدين بس، ممكن برضو اللي تستخدميه برضو لبشرتك، لان هو جميل جدا ومفيد، ومفيد جدا جدا كمان. هنحتاج النهاردة كوباية من جل الصباق، بيبقى موجود في الصيدلية وممكن بتلاقيه كمان عند العطار. يعني لو رحتي عند العطار هتقولي له عايزة جل صبار فهيديلك على حسب الكمية، على حسب ما انت عايزة تجيبي بقد ايه. فالنهاردة انا بقدركم ايه على قد ايه كوباية، فهنحتاج ايه كوباية من جل الصبار هتجيبيه من عند العطار. هنحتاج برضو 10 نقط زيت عتري، يعني طبعا بتحطي اي زيت عتري انت تفضليه، يعني على حسب ما انت عايزة. فانا النهاردة هقول لكم هنحتاج زيت اللافندر، ممكن زيت الورد، ممكن اي زيت تاني انت ايه يعني زي ما قلت لكم ديت بتبقى اختياري. يعني هنحتاج بقى الزيت ربع معلقة كده صغيرة من زيت اللوز الحلو، طبعا بيبقى مفيد جدا للبشرة. يعني الوصفة بتاعت النهاردة جميلة جدا جدا، طبعا احنا عارفين الجل الصبار بيبقى مفيد كمان للبشرة، يعني بصراحة هي جميلة جدا جدا اللي انت تستخدميها، يعني تستخدميها كمان اللي انت بعد ما بتقلبي بقى بعد ما تجيبي المكونات دي كلها اللي انا قلت لكم عليها ال3 مكونات، بتقلبيهم الاول في سلطانية كده اهوت بمعلقة كده وتقلبيهم كويس جدا. بعد كده بتبدأي اللي انت بتحطيهم بقى في ازازة، اللي هي الازازة اللي انت يعني بتضغطي عليها، مش اللي هي الرش، لان ده ما ينفعش في الازازة الرش. فبتحطيهم بقى في الازازة اللي هي بتاعت الكريم بتاع الشعر كده اهوت، فبتبدأي اللي انت بتضغطي عليها او بتاعت او زي بتاعت الصابون برضو تضغطي عليها وتنزل في ايديكي. ديت اللي احنا هنستخدمها، يعني دي اللي انت هتحطي فيها يعني المكونات بتاعت الوصفة ايه النهاردة. بعد كده اهوت هتبدأي بعد كده اللي انت تضغطي عليها، تاخدي حتة على ايديكي بعد كده بتعقمي بيها ايديكي، يعني وزي ما قلت لكم برضو انت ممكن تستخدميها برضو غير البشرة، بتبقى جميلة جدا جدا. طبعا دي طريقة من ضمن الطرق اللي انا بقول لكم عليها، طبعا انا بقدم طرق متنوعة، واللي يعجبكم تقدري اللي انت تستخدمي اي مطهر او معقم اللي انا بقوله، لان كل وصفة بتبقى غير التانية، واللي انت تقدري اللي انت تعمليها تعمليها. دي كده حبايبي كانت الوصفة كده النهاردة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم وتكونوا استفدتم منها، بصراحة جميلة جدا جدا. يلا بقى لما تروحي عند العطار تجيبي بقى منه جل صبار وزيت لوز الحلو وزيت اللافندر، وتعملي الوصفة ديت لان هي بصراحة جميلة جدا. يلا لو الفيديو عجبكم حبايبي ما تنسوش كده تدعموني كده فضلا وليس امرا، طبعا تدعموني بالاشتراك في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وكل جديد اللي بقدمه في القناة اول باول. لا وياريت كده تدعموني كده باللايك والشير حبايبي عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو، وكمان القناة كمان تكبر بيكم كمان حبايبي. كان معاكم حنان الوراقي ام ندى وفتحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح قبل ما انهي الفيديو، ممكن برضو اللي انت لو انت عايزة تلوني
يعني تديلها لون. الوصفة اللي انا قلتها لكم دلوقتي يعني ممكن تزودي سنة كده من اللون لو انت عايزة تلونيها اي لون يعجبك يعني. افتكرتها قبل ما انهي يعني. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.